عن الأستاذ عبد الوهاب الدهيم من روارد المقاهي الشعبية، ونشوف شو اللي قاعد يصير في القهاوي الشعبية. مساك الله خير أخوي عبد الوهاب. يا مساك الله بالنور. يطول بعمرك أخوي محمد. يطول بعمرك. أول شيء في البداية تقدم الشكر لتلفزيون الشاهد. جزاك الله خير. ولا شخصيا لك أنت. يطول بعمرك. البرنامج بطولة العمر. وهذا هو مسرحنا الوحيد صراحة. نعم. أنا أحب هذا هو الإعلام الهادف. ليوصل مشاكل العالم للمجتمع. نعم. طبعا انا بس اعطني دقيقه واحده اتكلم. خذ راحتك. المقاهي الشعبيه تاسست سنه 78 في ايام المرحوم امير القلوب الله يرحمه جابر طيب الله ثراه، وكان وقتها تابعه للديوان الاميري وباشراف وزاره الشؤون. واستلم المقاهي ذاك الوقت كان وكيل وزاره الشؤون المساعد انا ذاك هو عبد الرحمن المزروعي. نعم. الله يطولنا عمره ان شاء الله. آمين يا رب العالمين. اي، وكان مخصصه لاهل الكويت بالاساس، للشباب والرعيل الاول. هذه هي اساسيات القهاوي الشعبيه. وكانت تقدم ذاك الوقت كان تقدم شنو كان؟ الشاي والقهوه والليمون والقدو وخويصات. وكنا احنا مجموعه مدخنين مع بعض قاعدين. فاقترح علينا انه ينشل لنا ديوانيه خاصة المدخنين. فالحمد لله أنشأ لنا ديوانية، كان أول موقعها كان سوق السمك القديم على البحر، بعدين انتقلنا للساحة المقابلة مقابل سوق السمك حاليا، ثم هنا المحل المغر الجديد الآن هو مقابل الأميري، ونفس الديوانية انتقلت معنا في هذه الأماكن كلها. فطبعا المزروعي تقاعد بعد خدمة 35 سنة الله يطول عمره إن شاء الله. آمين. وجاءت طبعا مجلس اداره جديد للقهاوي واستلم القهوه. حتى الان الامور كانت طيبه، حتى يعني المستثمر في شهر 8/8 المستثمر يستلم القهوه، استلم الشاي والمشويات والشاورما. يعني مشرف القهوه حاليا ما له مسؤوليه الا على البقاله فقط لا غير، ما له شغل شيء نهائيا. طبعا المستثمر بالبدايه قال انا حاضر لكم اللي تبونه اللي محتاجينه انا اخوكم انا من الكلام هذا حلو. لكن بعض الايام اكتشفنا اشياء جديده، اكتشفنا ان الشاي ما راح يطلع بحسره وما راح يطلع بعد صلاه العشاء. بعدين تنظيف الديوانيه يقول انا مالي شغل بتنظيف الديوانيه. بعدين سكر الباب اللي بيننا وبين المطبخ وبين الصاله الداخليه، يعني اذا بقينا شاي لازم يلف العامل لفه كبيره على ما يوصلنا داخل. فكلمنا المشرف، قال المشرف والله ما لي شغل، هذا مستثمر انا ما لي علاقه. يا جماعه ما يصير انت مالك علاقه، انت مشرف لازم تكلم المشرف. تكلمنا مره مرتين ثلاث ما حد يرد علينا. اجتمعنا احنا الرواد قلنا يبا ايش رايكم نسوي شكوى باسم وزيره الشؤون. حلو. قال حاضر يلا. اجتمعنا سوينا كتاب، ودينا الكتاب، توقعنا طبعا ان 40 شخص 40 من رواد القهوه الكبار بالسن، قدمناه حق مشرف القهوه. شو قال مشرف القهوه؟ يبا انا مالي شغل، انا ما استلم شيء، تبونه انت ودوه. يبا انت مشرف القهوه، انت ايش قاعد تسوي؟ انت عندنا نعيل، اذا كل شيء ما نكلمك تقول انا مالي شغل. عموما انطرنا اسبوع يوم اجتمعوا اداره القهوه، اجتمعت عندنا في قهوه شميمري. فقمنا سلمنا الكتاب باليد حق الاداره، قلنا يا جماعه هذه اداره، هذه طلباتنا، هذه مشاكلنا احنا رواد القهوه. جينا بعد يومين، كان لا والله ثاني يوم جينا لقينا باب الديوانيه مشلوع. يبقى ليش شلعت باب الديوانيه؟ تقول والله هذا حساسنا الاداره تبي اساس ناحيه امنيه، لازم الباب مبطق. يبقى احنا مسكرين الباب بس المفتاح عند العمال مو عندنا، لو بيصير شيء العمال يفتح الباب يجي داخل. يعني ايش المشكله اذا قلنا لا ما يصير؟ يشيل الباب ناحيه امنيه. قلت له اذا ناحيه امنيه، اذا تتكلم عن الناحيه الامنيه احنا كل يوم نجي الساعه 4 عند بوابات القهوه ما نلقى سكيورتي عند الباب. يعني لو واحد يدش يحط له شغله ويطلع ما حيف لانه. صح. يعني هم هذا شيء مهم، الحرص واجب. زين. لازم الانسان يكون حريص على مكانه وعلى بعد. نعم. يعني لما تصير مشكله بعد تعال الباب تبوني ما يصير. زين اخوي. باب مسؤول عنه، باب القهوه تنفتح الساعه 3:30 لا الساعه 4. لازم السكيورتي يكون موجود الساعه 4. زين استاذ عبد الوهاب، شو وصل شنو النهايه؟ شو وصلتوا لاخر شيء؟
النهاية ما شفنا شيء، النهاية لجئنا لكم صراحة أنتوا الإعلام. واحنا راح واحنا اليوم بنتابعها، يعني اليوم ما راح نترك نترك شكوتكم. ما صار شيء، ما صار شيء. اليوم اليوم إيه اليوم طرحناها. نعم. وباكر راح نطرحها، باكر راح يكون معاك احد من جايت احد من الرواد، اي الرواد يطلع ويتكلم ويانا من راعي الاول. نعم. بهاتنا يطلع يتكلم عن ايضا عن القضيه، حتى وتصل الرساله وزيره الشؤون او يتبناها حتى رئيس مجلس الامه او يتبناها احد نواب الامه. نعم نعم. الله يعطيكم طولة العمر، باكر ان شاء الله راح نعيد التقرير وايضا نقول حق وزيره الشؤون ايش سويت يا وزيره الشؤون. نعم. واحنا متابعين وياك، والكلمه الاخيره وياك. بالنهايه اشكرك يا اخوي محمد. طول بعمرك. وما قصرت، واشكر طاقم اللي وياك وما قصرته، وعلى الصراحه هذا الاعلام الهادي. شكرا لك. مشكورين ابواب نفتح لكم. شكرا لك، شكرا لك يا اخوي عبد الله. فريق الاعداد باكر ايضا مداخله واعاده للتقرير في اول تقرير في حديث الكويت والناس حتى تصل الرساله الى وزيره الشؤون.